ذكر الحكم عند الحيلة في هذا المخلصين. هذه اللعبة التاسعة وزن 92 كيلو، أنا أشوف فرق بالقوة البدنية بين اللاعبين، هل صحيح كابتن حمد؟ نعم، لاعب وليد شكله أقل من وزن مني. نعم. اللاعب مصطفى شكله وزنه أعلى منه بكثير يعني. نعم، شوف خذا تيك داون، نبي خذا تيك داون من المصارع. أكيد هذا. وراح يشيله ويحدفه. طبعاً. شيله ويحدفه. تعور اللاعب الأردني. بس لعب الاردن وقف تعور مطيحة يبين ايده تعورت ايده ايده طح كانت الرمية على الايد تعورت ايده بينت من طيحة من اول ما نزل ايده تعورت كوع هاي مشكلة اللي ما يعني يكون جاهز حق الرميات والطيحات وكذا يطيح غلط دائما يحط ايده يطيح عليها التعور لانه ما عنده خبرة الرميات استقطع شو اسمه هذا in the wrong place in VIP with the mob pulling up a smoking what? Like an old bucket yeah. no kissing no hugging no loving pocket full of money I'm stunting standing on the couch and he's more jealous shining like jealous. A motherfucker niggas jealous tell the waitress we need more bottles money over everything you know the motto stuck in my ways I don't think I'ma change is it me or the chain screaming money ain't a thing got no time for the games let you figure me out if it ain't about money tell me what it's about fuck.